السلام عليكم. بخصوص تدقيق المعطيات، الله يجازيكم بخير. الدوله دارت واحد رقمنه جديده، بمعنى ان اللي بغى يدير تدقيق المعطيات خصو ضروري يدوز عن طريق الهويه الرقميه. من قبل كنا كنفتحوا مسار كندخلوا كنديروا تدقيق المعطيات، هذه المساله تبدلات، ولا كل تلميذ هو المسؤول عن تصحيح الاسم او تاريخ الازدياد او الاسم العائلي، مكان الازدياد، جميع المعلومات المرتبطه به. بما ان الهويه الرقميه ولات شيء مفروض علينا قوة قاهرة، فهذا الفيديو هذا باش نأكدوا للوليدات انهم مطالبون بتصحيح المعطيات ديالهم، انهم يدخلوا المسار يصحوا. بالنسبة للناس اللي غيقولوا لنا ما عارفيش، غنحطوا لكم فيديو توضيحي حطته الوزارة. من خلال هذا الفيديو كنحملوا كل تلميذ في السنة الثانية بكالوريا مسؤولية تصحيح المعطيات ديالهم، لان الا خرجت شهادة البكالوريا فيها خطأ ولو حرف، فيقدر ان الوليد يدوز عليه شي كونكور، رسالة تسجيل في التكوينات المهنية، لان عمليه تصحيح شهاده البكالوريا كتقدر تطلب من اسبوع حتى 10 ايام. وكلنا كنعرفوا ان الفتره اللي التلميذ كياخذ فيها البكالوريا ديالو التسجيلات كتكون فتره قصيره جدا. فكنأكد على ان المؤسسه فاتحه الاداره ديالها ان الناس يجيو ياخذوا كود مسار. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكود يجيو عندي شخصيا، غنعطيهم كود مسار وغيتكلفوا بعمليه تصحيح وتدقيق المعطيات ديالهم، والمؤسسه غير مسؤوله عن اي خطا كيخرج شهاده البكالوريا. العمليه بيديكم واجب عليكم. شكرا لكم، عواشر مبروك. السلام عليكم. السلام. عفاك. تفضل. عندي الباك وفي واحد الخطا وبغيتو تصحح، وعلى قبل واحد الكونكور ومحتاجو ضروري. واش كتبتي غير شهادة البكالوريا بوحدها؟ باقي خاصك وثائق أخرى، خاصك نسخة كاملة ونسخة عن بطاقة التعريف الوطنية، وعاد حنا كنصيفطوهم للأكاديمية باش كيتصحوا. واخا، وهادشي شحال كيسرق ديال الوقت؟ واه على الأقل أسبوع. ماشي بزاف. واه كان عليك انت ترد البال في تقنية تدقيق المعطيات وتدلي بالهوية ديالك صحيحة باش متوقعش في هاد الإشكال. وما كاينش حل دابا؟ هو هذا هو اللي كاين دابا، خاص ضروري هاد الوثائق باش تصحح وخاص الموضوع. ما كنتش عارف هادشي غيوقع. كونكور مشى. هاكا ولدي. شكرا. ابتداء من 21 مارس الى غايه 20 ابريل، انتم المترشحات والمترشحين المتمدرسين ملزمون بتدقيق المعطيات ديالكم عبر الخدمه الالكترونيه فضاء متمدرس، اللي غيحيلكم مباشره على تطبيق هويتي، اللي من خلاله غتيسر لكم خدمه منحتي والخروج الى المعاهد والمدارس العليا في الاجال المحدده. من الضروري الهاتف اللي تسجلتوا به تكون فيه خاصيه NFC وتحافظوا على نفس الرقم. اول حاجه خاص نشوفوا واش التليفون ديالنا كيدعم خاصيه NFC. باش نتاكدوا كندخلوا البارامتر وفي خانه البحث كنكتبوا NFC. الا كان الهاتف ديالنا كيدعم هذه الخاصيه كتبان لنا مباشره ونقوم بتفعيلها. الا ما بانتش هذا كيعني ان الهاتف ديالنا ما كيدعمش هذه الخاصيه، وبالتالي خاص نبحثوا على هاتف ديال الوالدين او احد الاخوه او احد الاصدقاء الذي يدعمه. بعدها كنمشيو لجوجل ستور او الاب ستور او البلاي ستور حسب النوع ديال الهاتف اللي عندنا، وكننزلوا تطبيق هويتي الرقميه. من بعد ما نزلناه في الهاتف ديالنا، الان كندخلوا لبوابه مسار متمدرس، ندخلوا اسم المستخدم، كلمه المرور كما تعودنا، وفي حاله ما الا كنا فقدنا احدى هذه المعلومات او نسينا القين السري، ما علينا غير نتوجهوا لاداره المؤسسه باش تهيئ لنا كود مسار من جديد. دخلنا المسار متمدرس، كنضغطوا على القائمة العليا ونبحثوا عن تدقيق المعطيات. نضغط بعدها مباشرة تطالعون رسالة سيتم توجيهكم إلى موقع الهوية الرقمية. نضغط على الرابط، كننتقلوا
الموقع الاخر اللي هو موقع الهويه الرقميه، كنوافقوا على الشروط مباشره كطلع لنا صفحه جديده اللي كطلب منا نحدو نوع بطاقه التعريف الوطنيه ديالنا، واش قديمه ولا جديده. كنضغطوا على النوع ديال البطاقه اللي عندنا. الان غادي نحدو الطريقه اللي غادي ندرجو بها البطاقه الوطنيه، واش عن طريق سكان او عن طريق ادخال رقم الكان اللي كيتكون في الغالب من 6 ديال الارقام. حنا هنا اختارينا طريقه سكان. غادي نوضعوا ظهر البطاقه من اجل النسخ ديالها كما كنشوفوا امامنا، وننتظر حتى كيتطلب منا اننا نوضعوا الوجه ديال البطاقه، ما كنسرعوش. ثم كتظهر لنا رساله كتاكد التعرف على البطاقه وان كل المعطيات نقلت نحو مسار، ومباشره كتظهر لنا واحد الصفحه كتضمن جميع المعطيات ديالنا معباه بشكل كامل. كنضغطوا على قبول للمرور للمرحله المواليه. هنا كتظهر لنا واحد الصفحه اللي فيها المعطيات ديالنا، وكنلاحظوا في الجناب انها قابله للتعديل. نقرا الاسم العائلي، الاسم الشخصي، تاريخ الازدياد، رقم الهاتف، ونتاكد من كل معطى. الا كان المعطى صحيح كنخليه، كان به شي خطا نقوم بتصحيحه. وما نساوش ان الهاتف اللي غادي ندخلو راه هو الرقم اللي غادي يبقى معنا. من بعد ما سالينا وتاكدنا ودققنا المعطيات ديالنا، كنضغطوا على المصادقه، كتجينا واحد الرساله اللي كتاكد المصادقه، ثم نضغط لطباعه الطلب، وهكذا كتظهر لنا هذه الوثيقه على شكل بي دي اف. نقوم بنسخها، كنوقعوها حنا والاب اولي الامر ديالنا، ونسلمها للحراسه العامه، وهكذا كنكونوا دققنا المعطيات ديالنا وتاكدنا من ان شهاده البكالوريا اللي غادي نحصلوا عليها صحيحه وخاليه من الاخطاء.